الحق يعني الواحد يتأثر بالإصابة أو يتأثر حتى يعني إنه فقد جزء من جسمه. فأنا ممكن نختلف شوية على أخوي ماهر وكريم، إن أنا لما وعيت من الغيبوبة اللي كنت فيها ما كنت طبعا، لا لما ضربت ما كانش عندي خيار، يعني لقيت مبترين الطرف على طول اللي هو يدي اليسرى تحت المرفق، فما كانش ان عندي الخيار ان تقعد او ما تقعدش. وكانوا يعني هذيك الساعه حرب وكذا، وني والاطباء يعني شافوا ان هذا هو تصرفوا القرار يعني المناسب، لحالهم. وفعلا ايوه يعني هو القرار المناسب يعني، وكانوا على حق يعني، خير ما تصير مثلا انفكشن او يصير حاجه اخرى. اوكي. فيعني ممكن حتى تاثر لما الناس لما تخش مثلا في مول ولا تخش في المكاتب العامة علينا، ممكن بقى كيف في البداية كنت أثر إن من الناس بحث فيك وكذا أو شيء كي، لكن بعدها حيجد الأمر طبيعي عادي، وبالذات لما تركب طرف صناعي. بالعكس لما تركب طرف صناعي أو كذا مثلا، حتى يكون طرف مثلا إلكتروني ولا حاجة، فهذا يفتح لك حتى حوارات مع الناس اللي هم اللي يبقى يسألوا فيك، يعني عندهم حب الفضول إنهم يسألوا فيك كيف تتحرك، كيف تدير، كيف تشتغل آلية بالشحن، آلية على المربوطة بالعصابة وزي. فيعني الحق علاقتك مع طرفك سبحان الله ما زلت تبقى تحس به انت اللي انت، وانا حاليا ندي معاك نحس ان حتى صوابعي كل الموجودات وكذا، وديما مع التمارين يعني لما نتمرن نكي في الليل وكذا وني نقوي فيه الشعور هذا.